مانشستر سيتي حقق الفوز على فريق ليدز يونايتد بنتيجة 3-1 خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت امبارح ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي. وسجل أهداف المباراة كل من رودري وهالاند هدفين في الدقائق 45 و51 و63 على التوالي لصالح مانشستر سيتي. وجه هدف ليدز يونايتد عن طريق باسكال ستريك في الدقيقة 73 من المباراة. فريق باريس سان جيرمان حقق الفوز على فريق ستراسبورغ بنتيجة 2-1 في اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الفرنسي. وسجل المدافع البرازيلي ماركينوس هدف باريس سان جيرمان في الدقيقة 14، وفي الشوط الثاني نجح فريق ستراسبورغ في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51. بعدها سجل النجم كيليان امبابي هدف الفريق الباريسي في المباراة في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضايع عن طريق ضربة جزاء. فريق تروا الفرنسي اتعادل مع فريق نانت اللي بيلعب في صفوفه الدوري المصري مصطفى محمد سلبيا في المباراة اللي جمعتهم امبارح في العاصمة الفرنسية باريس ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي. وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريق نانت وقدم مستوى متميز. نادي تشيلسي الإنجليزي أعلن عن تعاقده مع المهاجم الإيفواري ديفيد فوفانا لاعب فريق مولدا النرويجي كأول صفقات البلوز خلال سوق الانتقالات الشتوية. كمان ومن ناحية تانية أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي غياب نجمه ريس جيمس عن الفريق لمدة 4 أسابيع، وده بعد الإصابة اللي تعرض لها خلال مواجهة بورنموث ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي. وأصدر تشيلسي بيان طبي قال فيه خضع المدافع ريس جيمس للتقييم واتضح أنه مصاب في الركبة، وده هيستدعي غيابه عن الفريق لمدة 4 أسابيع. الاتحاد الياباني لكرة القدم قرر يمد عقد مدرب المنتخب الوطني هاجيمي مورياسو لحد 2026 كمكافأة بعد التألق الرائع اللي خاضه منتخب الساموراي في كأس العالم قطر 2022. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع شاذلي وجمانة.